مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. معكم رغد من قناة تفاصيل يوتيوب. فيديو اليوم حيكون عبارة عن يوتيوبرز عرب مشاهير سيعتزلون اليوتيوب لعام 2023. وعشان تعرفوا مين هم هاليوتيوبرز وشو سبب اعتزالهم لليوتيوب، احضروا الفيديو معي للنهاية ويلا خلونا نبلش. عم نشهد بالفترة الأخيرة اعتزال كتير من اليوتيوبرز لمنصة يوتيوب، وهالشي بيتكرر في كل سنة جديدة. فأسئلة المتابعين دائماً، مين يا ترى اليوتيوبرز الجديد اللي رح يعتزل عالم اليوتيوب وشو السبب؟ في هالفيديو رح أعرض لكم بعض اليوتيوبرز اللي رح يعتزلوا هالعالم ورح أعرض لكم السبب. أول هاليوتيوبرز باسل ستوب، وهو يوتيوبرز بيتابعوا أكثر من 4 مليون متابع وأصوله سورية، وهو مسلم الديانة وعنده عدد كبير من متابعينه اللي بفضلوا دائما يحضروا فيديوهاته. ولكن باسل بنشهد عليه انقطاع بين الفترة والتانية في تنزيل الفيديوهات على قناة، وبالفترة الأخيرة عرفنا إنه باسل بهالفترة كان عم بيتعرض لأزمة نفسية بسبب انفصاله عن ريما. ولكن باسل بيشهد أيضا انخفاض حاد في عدد المشاهدات على قناة، ولأنه لسه بيعاني من أزمة بسبب انفصاله عن ريما، فهو من أكتر اليوتيوبرز اللي منتوقعهم إنهم رح يعتزلوا عالم اليوتيوب بالفترة اللي جاي، وبهيك بيكون باسل ضمن المرشحين للانفصال عن اليوتيوب. تعالوا نشوف ثاني هاليوتيوبرز اللي معنا، واللي هي ديما كام، يوتيوبرز فلسطينية ومسلمة ديانة وبتبلغ من العمر 17 عام، وبتابعها أكثر من مليون متابع على قناتها على اليوتيوب. ديما تقبل في عام 2023 على إنهاء مرحلة الثانوية العامة، وهالشي يعتبر من أهم المراحل في حياة الفلسطينيين، وهم بيهتموا بما تدعى بمرحلة التوجيه بشكل كبير، والأهالي دائما ما بيحاولوا يبعدوا أغلب المعيقات والملهيات عن أولادهم لحتى يركزوا بهالفترة. فديما تعتبر من اليوتيوبرز اللي ممكن تعتزل اليوتيوب لعام 2023 لحتى تقدر تنهي مرحلة الثانوية العامة بشكل صحيح، وتقدر تحصد على مرتبة الامتياز في هالمرحلة، وبهيك بتكون ديما من ضمن اليوتيوبرز اللي ممكن يعتزلوا اليوتيوب لعام 2023. تعالوا نشوف مع بعض مين ثالث هاليوتيوبرز اللي معنا، واللي هي لين الصعيدي، يوتيوبرز أردنية من مواليد عام 2005 تقيم في الأردن، وبتابعها الملايين أيضا على قناتها على اليوتيوب. لين أيضا في عام 2023 رح تكون مقبلة على إنهاء مرحلة الثانوية العامة بما تدعى أيضا مرحلة التوجيه، وهي دائما ما بتحصد على درجة الامتياز في دراستها، وهالسنة بالنسبة إلها رح تكون تحديد مصير. مشان هيك هي ممكن تعتزل اليوتيوب لعام 2023 ليكون معها وقت أكبر لدراستها، وبهيك بتكون لين أيضا من ضمن اليوتيوبرز اللي ممكن تعتزل منصة اليوتيوب لعام 2023. كل هاليوتيوبرز اللي حكينا لكم عنهم هالشي غير أكيد، ممكن يعتزلوا منصة اليوتيوب وممكن يكملوا فيها. فمثلا باسل ممكن يقدر يتخطى هالأزمة ويرجع على قناته على اليوتيوب، وديما أيضا ممكن تصير توازي بين دراستها وبين قناتها على اليوتيوب، ولين الصعيدي كذلك. مين بتتوقعوا غير هاليوتيوبرز ممكن يتركوا اليوتيوب؟ احكوا لي رأيكم بالتعليقات. هيك بنكون أنهينا هالفيديو لهذا اليوم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو والضغط على جرس التنبيهات ليوصلكم كل جديد، وشكرا لمشاهدتكم.